بداية يطيبني أن أرحب بصاحبات سعادة السفيرات وحضرات سيدات عقيلات سفراء ومدير بعثات الدبلوماسية ببلادنا في هذه الأمسية الرمضانية الروحية الجميلة، متوجها للجميع بالشكر الجزيل على مشاركتنا حفل هذا الإفطار الذي يسعدنا في مجلس مقاطعة أقدار الرياض على تنظيمه ضمن أنشطته الرمضانية المتنوعة من أجل خلق فرص اللقاء والتواصل الثقافي المتعدد الذي يسهم في مزيد من التفاهم والتقارب بين الشعوب والمجتمعات. حضرات السيدات المحترمات، لا شك أن العمل الدبلوماسي يظل برغم تطور الأدوار أدوات التواصل بين الشعوب والدول آلية أساسية في تعزيز علاقات التعاون على الصعيد الدولي والحفاظ على شروط السلم والأمن للاستفادة من ثمرات هذا التعاون وتحقيق المصالح المشروعة المتبادلة بين الدول والمجتمعات. وإذا كانت الدبلوماسية رسمية ولا زالت تقوم بدور أساسي في العلاقات بين الدول، فإن تطور مفهوم الدبلوماسية الموازية أصبح يشمل تدخل عدد من الفاعلين والمؤسسات والشخصيات للمساهمة من جهتها في تدعيم جهود الدبلوماسية الرسمية في تحقيق التعاون والتفاهم بين الشعوب والدول والمجتمعات.